مدام أنسام كلهم عم يسكروا بكير وأنا بخاف ضل حالي بالطابق. إيه ونحن شو دخلنا فيهم؟ لسه الدنيا بكير، يلا رجعي وضلي هنيك للتسعة. وبلكي طلع عياز إنه عمل له شي فصل ناقص مثله. إن إبري روحي وبكرة قبل بساعة بتكوني بالدوام، سامعة وضيعة خانو؟ طيب ماشي باي. روحوا عني بقى، روحوا انقلعوا. جمال هاي المفاتيح مشان تقفل لانه هي مشغلتي. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يعني بس يلا تصبحوا على خير يا حكيم. قلت لك اهلا وسهلا. شو حكيم بقيان هون؟ بدي نام هون. بلان شد معقول انت يا زلمي عم بستنى رحمي؟ يلا يا رحمي. سوري. امين اكيد اكيد خلص ورشتك يا امين. ايه تعي شوفي بعينك، تعي شوفي البنايه شلون لبست لك اياها ثوب العروس. ان شاء الله عقبال ما تلبسين الثاني. البركه فيك والله، كم ورشه لازم تخلص لحتى تلبسني هالفستان؟ لك خلصين عاد، هلا بيطلع الوطواط من مغارته وبياكلك. عم بحكي مع امين على الجايب هاليومين. نجهزنا. فيهاش فيهاش غير تقول له كل شيء، فيهاش. امين صار لازم سكر. يلا باي. يا 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 ابن عمي يا عماد، إلهي يهبط فيك يا ابن عمي يا عماد، إلهي في الشوى لفشتك. ما إذا بزقت لفوق على شواربي وإذا بزقت لتحت على ذقني. ما هذا الجحش؟ ابن عمي ابن عمي ولا مش ابن عمي؟ ابن عمي وجحش. استغفر الله مش معقول. شو بده هذا أمين؟ ألا إيه عبير؟ ايه اوكي يلا جاي. لا لا ما بطول، يلا باي. لوين رايحة؟ سر وما في داعي تزتني، انا بزت حالي لحالي. تشاو. يا لطيف ما اهرقك، مثل اختك فرد شكل. يا ميت اهلا وسهلا، ايه شو هالمفاجأة هاي؟ لكن لحتى تعرفي انه كل عنزة معلقة من كرعوبة. ولي سوا يا زلمة ما بيأثر إلا عليه. يبعت له حمى إن شاء الله. يبعت لك حمى أنت ما شاء الله. مين جابها هاي؟ ليش بنقدر ما نجيبها؟ إذا بدك بروح. إيه روحي. لك عم بمزح معك. حبيبتي دخول الحمام مو مثل طلوعه. يبعت له حمى لجوزك. مؤامرة واضحة. أيوه هيك لكان. التنسيق على أعلى المستويات. ماشي ماشي. خبرني شو بيصير معك ها؟ إيه صهري بس الله يخليك. بعت لي وحدات لأنه هالمرة المهمة مفتوحة. شو وحدات؟ لحظة شوي. أوه. تكرم عينك يا ابن مديحة. وشو بدك كمان؟ سلامتك بس هيك إذا شوية أغراض. هلا بعت لك يا هون مسج بس لا تبعت لي الوحدة. الله معك. شو جابون هي غمطم؟ ولك هدون جايين مشان يقنعوها لبنتك أروى ترجع لجوزها. وانت منو قال لك هالحكي؟ لك اروى هي اللي قالت لي. لك ادعميهم يا برا، ادعميهم. شو يعني بدك يعني ارقص لهم؟ شي شي ما بدك تسد اليوم. اسال هلا يعني كيف اليوم؟ يلا مع السلامة. رورو صحيح عندكم أرجيلة؟ أرجيلة؟ ولا جي جي؟ هلا وقت غلاصتك؟ من قالوا الأرجيلة هن يعني مثلا؟ حسبت عندهم. والله يمكن في أرجيلة عند أخي نزار. بالله؟ وين يا أختي؟ لك انت مين نادالك؟ لا بس هيك سمعت انه اجت سيارتي. لا ما بدنا شيء. اي بخاطركم. يعني مو اقرب من جوزك الا اخوكي. بده لسه يحرمني يفوت لعندك لهون على البيت. بعدين ولا جيجي؟ كم مره قلت لك لا تجيبي سيره يزن؟ تركينا قاعدين ومبسوطين يا اختي. لك تضربي منك لرحمه ايه؟ الشاطره فيكم بتعمل اللي عملي وبتتهمني فيها. بكره جاي امين؟ والله؟ البعيد قريب والقريب بعيد. حريا حلوين. أهلين مدام. ماما جيجي مشغولة بدي ألعب. بعد إذنك مدام لحظة شوي. خير إن شاء الله؟ ما في شيء. ما في شيء ما؟ ماشي، أنا رح أعرف أتصرف معاكي، ماشي. إيه خلصنا لو؟ خلصنا؟ هو مثل ما بيقولوا الموعود مش محروم، وأني بعرف إنه أمين بيحبك.
بس شو بدنا نعمل؟ انت كمان بتحبي الواقعية. انت ما فيك ولا ما تتمسخر؟ ما عادش تتركني لحالي شوي؟ اه تكرم عينك. تواخذيناش. الو؟ الو؟ امين؟ مو اساس تجيب هاليومين؟ والله معك حق. بس امبارح الخواجه شربل كان عم يقول لي على ورشه تانية ولقيت حالي هيك نفسي كابسه على الشغل قمت اخذتها. طيب كنت تعال بين الورشتين. ما بقدر، المشكله انه هي ورشه كتير كتير مستعجله. الا اذا اشتقتي لي، هذا حديث تاني. لا لا لا، لا حديث تاني ولا شيء. انا مشانك والله، يعني قلت بتجي بتغير جو بتتروح عن شوي، يعني العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. طيب شوف شوف شو بصير معي. طيب ما رح اطلق. يلا يا اسطى.